نجمنا لليوم النجم المبدع ولد السويج محمد العريمي. حياك الغالي، حياك الحبيب. ايش الاخبار؟ اول حاجه نورتنا وجودك يا حبيبي. ولبسك حلو، لا متزجرت. متزجرت ها بعد متصفق. الله الله، كيف شفت هذه المبادره؟ والله هذه مبادره طيبه، ودائما يعني الشباب وجميع المستخدمين المركبات حلو شويه نفرحهم، ودائما يعني انا اقول لك نفط عمان ما بتقصر ان شاء الله. اليوم بتعبي لهم فل بعد مره. لا ما تسوي كير مع مراعاه السيفتي اكيد، سياره، حزام، عدم استخدام الهاتف. والجميل ان احنا مش فقط نعبي لهم الوقود، وانما ايضا نقدم لهم الرساله. اكيد اكيد، هذه الرساله التوعويه المروريه. العريمي، نعم، جاهز؟ كيف ما جاهز، مستعد؟ ودرني قوم عنيه. ها هي المحطه، روح. روحنا. كيف الحال؟ كيف الصحه؟ الله يعافيك ان شاء الله. يا مرحبا وسهلا، ايش اخبارك؟ كيف صحتك؟ طيب، كيف امورك؟ ها مرتاح؟ الله يعطيك الصحه والعافيه. سامعكم موجود، انا موجود عليه. الله يعافيك سامعكم. كيف الحال؟ كيف الصحه؟ يا مرحبا وسهلا، حياكم. ايش اخباركم شباب؟ كيف الصحه؟ طيبين؟ خشمك يا مرحبا بك. العام كيف الحال؟ كيف الصحه؟ تعرفني العام؟ ها تعرفني العام؟ الله يعطيك الصحة والعافية. الله يعطيك. عليكم ورحمة الله. الوالد كيف حالك؟ كيف حالك؟ الحمد لله. كيف صحتك؟ الله يسلمك ويعافيك. الحمد لله. تعرف عليك؟ حياك الله. فراس عيد العبري. فراس و أحمد العبري. أحمد، الوالد كيف حالك؟ الحمد لله طيبين. عرفت الريال؟ نعم عرفته. أه؟ ليش ما عرفه؟ ما سوينا رزحة مع بعض حن؟ لا. يا لي لا لي لا لي لا لي لا لي لا ما شاء الله العم. لا صحة وعافية، صحة وعافية. الله يعطيك الصحة. من هين؟ من الرستاق. من الرستاق طبعا. هذه مفاجآت نفط عمان في فصل الخريف، حبينا نشارككم فرحتكم هذه الأجواء الحلوة. وكل يوم نجيب شخص مشهور، واليوم العريمي. ايش رايك بهالريال؟ ممتاز. غاوي ولا بغاوي؟ طيب طيب. الله يعطيك الصحة العافية. الصحة. شكرا العافية. والوالد شركة النفط العمانية للتسويق تقول لك ان اليوم وقودكم على حسابنا بمناسبة هذه الأجواء الجميلة، ونشارككم فرحتكم بهذه الأجواء، وتستاهل هذا الوقود مقدم من نفط عمان. راضين؟ راضين نعم. مستمتعين؟ والله خير، مشكورين. ما يباله خشم العريمي؟ والله عمي اصبر. الله يعطيك الصحة والعافية ان شاء الله. شكرا. شو اخباركم؟ طيبين. كيف شفتوا المفاجأة؟ والله المفاجأة رهيبة صراحة. رهيبة صراحة. أول قبل شفتوا العريمي قبل؟ قبل لا صراحة، شفناه في السنابات وانستغرام صراحة، شفناه بس أول مرة. شوف لك عرق عرق عرق. هذا من شوق، من الحب الزايد. حبيب الحبيب الله يحفظك. طبعا شركة نفط عمان حبت تشارككم أجواء الخريف. نعمل جو مع مشاهير التواصل الاجتماعي. نعم. كيف شفت المفاجأة؟ والله المفاجأة رهيبة صراحة. ما أقدر أعبر أبدا يا أخي، نقل التعبير صراحة. إذا نسمع ميدان منك على التلفون ايش قايل؟ والله بقول لك ميدان ما عندي، أشيل لك شلبات. نسمع. يقول يا ابو يا نسار والمنرقوع، يا ابو يا ناعفت المنامية، يا العريم يا نالي قلب مصيون، مصطعب من حلو القوامي. الله حبيب. احنا حبينا نشارككم هذه الفرحة الحلوة، ونفط عمان تقولكم اليوم وقودكم على حسابها، وهذا هدية. ارفع الجامة. عبي والبوك ضمه، والبوك روح. وقودكم على من؟ على العريم اليوم. وقود مقدم من نفط عمان للتسويق. سهل. تشكرون. هذا شارككم فرحة الخريف. تشكرون يا احباب، ما قصرتوا، فيكم الخير ان شاء الله. هل هذا حال العريمي؟ والله ما توقع انا موجود. ايش كيابك هني؟ الحين في امريكا. واليوم في وين؟ ونجنب صلاله. صلاله. شو اخباركم؟ الحمد لله. من وين انتم؟ والله بالداخل ازكي بالنفس. من ولايه ازكي. طبعا هذه حلقتنا مفاجاه زوار الخريف
في نفط عمان. ما شاء الله زين والله شفناكم. هذه المفاجأة عملوها شركة نفط عمان، كل يوم نجيب شخص من مشاهير التواصل الاجتماعي. وإيش رأيكم بأول شخص عرين؟ والله ما توقعنا، إحنا قلنا يعني قبل نقول هو هذا، ما هو هو ما هو، تفاجأنا فيه يا أخي. نعم والله تفاجأنا. على 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 هذه المفاجأة الجميلة. حياك الله. على هذا نازل حافي بعد. كنا ما توقعنا. عموما أنتوا فزتوا معانا بوقود مقدم من نفط عمان على هذه المفاجأة بريال. أفا المخاني أنا ولدك. لا 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 ريال زيدني 3 ريال، زيدني 5 ريال، زيدني 7 ريال، زيد بعد بعد. سيارتكم فول حبيب على حساب نفط عمان. ايش يقولكم العريمي حبيب؟ مفاجأة نفط عمان لزوار الخريف هالسنة غير. بعدكم شوفوا المفاجآت.